واعتين. حنا بيناكم الناس تشوفونا وتعاونوا معنا الله يرحم لكم الوالدين. حنا كنعسو غير هنايا كما كتشوفوا كنعسو غير في الغابه وفي الخلا وفي الزنقه بالضبط. بيناكم تعاونوا معنا. كاين معايا الولد ديالي اللي هو الله ختمت ليه مريض ليا دابا. كاينه معايا المراه مازال ما قادين لا اوراق لا والو. وبين تلاقينا الظروف لقاتنا ولدنا دري بيناتنا ما بينا شي ضيع علينا هاد الدري هذا. بينا نقادوا الوريقات ديالنا بينا نكونوا اسره ان شاء الله. وبينا ان شاء الله نحيدوا من الزنقه بينا شي مكره ولا شي حاجه يتعاونوا معنا. لاننا كنعسوا الدري صغير هنايا كاين الحشرات كاين شحال من حاجه. وبالليل عرفتي ملا كتنعس ما الدري ما كتنعش انت الا ما شتيه هو في الامان والامان ما كاينش. كتفيق بالليل ديما كتطلع عليه ديما تشدو ديما بقى شاد فيه اللي كينوض لك بالليل كينوض لك التراب كينوض لك شحال من حاجه. كيتكونوا لي ميكروبات في يديه شحال من حاجه دابا كتبقى عليه بالنسبه ديال الطريقه ديال الزنقه وداك الشيء. وهذا هو اللي كاين ديال الله سبحانه وتعالى. كنباتوا هنا في الشتاء في الشمس في البرد في كل شيء هنا كنباتوا. والو ما جاتنا لا جمعيه ما جاتنا حتى شي واحد حتى لا ما مشيناش لا جمعيه لا والو. صافي هكا عايشين في الزنقه بحال هكا راه كاين لك في الشتاء في الشمس ديما حنا هكا. وبينا وين بينا شي واحد يتعاون معنا شي محسن الله يرحمه الوالدين وخا غاب الكرا وخا كل شيء. حنا دابا راه غير الحليب ديالو دابا مره كنجيبو ليه مره ما كنجيبوهش ليه. لان دابا هو كيشرب لنا الحليب نيت هو كتشوفوا الا شفتوا قدامكم الحليب تا هو غالي داير 75 درهم 76 درهم باش كنجيبو له. وما خدامين غير مريحين لا المراه لا انا ما كاينش كيفاش تخدم تمشي تخدم وتخليها هي في الزنقه خصك ديما تبقى معاها ورد ديال البال. ما كاينش كيفاش تمشي تخليها هي كاع الا بتمشي تهود مع الصباح ولا بغيت تخدم ولا شي حاجه كتبقى هي والولد ورتي بنايا ما تخليهاش في امان اللي يجوا ورتي شي الزنقه شكون اللي كاين فيها ما تعرف يجي لي هذا ولا يجوا لي هذا وقال لها شي حاجه. مازال ما درنا الكاط الله بينا داك الشيء نقادو ان شاء الله نقادو الكاط نقادو الوريقات ان شاء الله لا سير فيهم الله. وحنا غاديين في جهاد الله سبحانه وتعالى. العائله ما عندهاش حتى هي في حاله فقيره لا انا لا هي. وحنا كنطالب الله سبحانه وتعالى محسنين نبقى غير الكرا شي محل الكرا ماشي مشكل. حنا نبقى نتعاونوا شويه شويه غير فاش يكون الدري في الامان وهي في الامان انت اللي بغيتي تخدم بعدا راه كتخليهم في الامان سد عليها بابها ولا سد عليها البيت ديالها. ماشي بحال في الزنقه كتبغي تمشي تخدم ما كاينش كيفاش لما تخليها ولا شكون اللي غيرد ليها البال ولا شكون الا بات شي حاجه على الطواليت كيفاش غدير دي معاه الدري ولا تخليه ناعس ولا كاينه صعوبه حاجه صعيبه بزاف. داكشي اللي غادي نقول لكم هاد البنت هي وهاد الدري لطيفه ياسين ثلاث سنين وهما جالسين في هاد الجرده. بنتي كتخدم هنا وكتدوز عليهم ما قدرتش كاع نوي واليني الله يرحم لكم الوالدين غادي نتعاونوهم يحيد هاد الوليد من هاد الجرده ومن هاد الدراري والزباله.